ليال طلبت بمناظرة مع كل المرشحين بالدائرة عندك، ما حدا سمعك؟ يعني مش مستعبرينك أو خيفانين منك أو ما حدا رد لا عليك أو شو؟ لا لا، هلا انت عم تستفزيني مش مستعبرين. انا وحياتك ليك، انا اكيد مستعبريني كثير، لانه الحمد لله ما بعرف ليش بس بيروحوا بيدفعوا ملايين على التلفزيون ليحكوا عني. يعني انا بشكرهم على هالدعايه الانتخابيه اللي عم بيعملوا لي اياها كلهم سوا، امبارح بحلقه وهيديك المره بحلقه، وكل مره بيطلعوا ما بيحكوا غير عني. ليه؟ وعن شمالنا، لانه ما في حدا مع مستعبرين قدنا صدقيني، لانه عارفين انه الخطر الحقيقي هو منا نحن، الخطر الحقيقي هو منا نحن، حتى لو ما نجحنا بالرقم اللي رح نجيبه، وهيدا هو الخطر الحقيقي، لانه بيعرفوا انه ما رح يضل فيهم يستغبوا الناس. فصدقيني هن مستعبريننا كثير منيح. وما بعرف اذا في شيء ثاني من السؤال نسيته، بس بعد الارهاق اليومي ما عم جرب قد ما في، ما بقى اطول عليكي ليال. كم حاصل تتوقعوا بحسب الاحصاءات اللي عندكم؟ هلا طبعا الاحصاءات بتتغير كل يوم، كم حاصل بتتوقعوا شمالنا تقدر تحصد؟ بحسب الإحصائيات بنقال إنه نحن عنا أول حاصل، في إمكانية ليكون عنا حاصل تاني، بس تكون كتير منطقية. أنتوا اللي عم تسمعونا وين ما كنتوا، أنتوا اللي قادرين تعطوا لوائح التغيير حاصلة أو أكثر من حاصل، وأنتوا اللي قادرين تقشطوها هيدا الحاصل. هيدا الحقيقة، الناس بآخر جمعة ما ترجع تروح عاطفيا تصدق الكذابين، ما تروحوا تصدقوهم يا جماعة. لما تروحوا تنتخبوا فلان فكروا بأرشيفه، فكروا بأرشيفه، انتوا رح تستحوا تنتخبوه، انتوا رح تستحوا تنتخبوه. هيدي الانتخابات خلوها فرصة لنحول أزمتنا لإمكانية نطلع فيها ببناء دولة. إذا اليوم رحتوا أخدتونا واعطيتوا الثقة لفلان أو لابنه أو لأخته أو لخيه أو لما بعرف مين، رح نوصل بالبلد لمطرح ما حدا بيتمني، ورح تكونوا انتوا شركاء بهيدي الجريمة. لا تكونوا شركاء ولا تعملوا فينا اللي هيدا اللي بده ينعمل. احصائياتنا بتعطينا حاصل، ما تصدقوا انه شمالنا ما عنده حاصل، لانه انتوا اذا صدقتوا بتقشطونا هيدا الحاصل. ما تصدقوا اعطونا الحاصل، لانه ارقامنا كتير عالية بغض النظر مين رح ينجح منا، لانه نحنا مش هدفنا الاسماء، انا اوصل او غيري يوصل، هدفنا نخرق بهذه الدائرة لحتى نكون عم نبني تراكم لبعدين، ولحتى نكون كلنا سوا مع بعضنا عم نشتغل وندعم النائب بين ما كان اللي نجح من بيناتنا، لأنه نحن رح نضلنا عم نشتغل كفريق عمل مش بطريقة انفرادية، ورح نفرجيكم أخلاقيات بالتعاطي السياسي مختلفة تماما عن كل اللا أخلاقيات اللي شفتوها على مدى كل هيدا السنوات داخل هيدا المجلس.